الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الزميلة جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز في بث مباشر لعرض أهم ما تناولته الوكالات العربية والدولية. جاكلين صباح الخير، برحب بك طبعا، الصوت والصورة معك. شكرا جزيلا لك إيمان، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الصباحية والنافذة الإخبارية التي تأتي حضراتكم من الآن كما جرت العادة في صباح كل يوم. نقدم لحضراتكم هذه الأخبار من الوكالات العربية والدولية من مختلف الملفات العربية والدولية. البداية مشاهدينا من وكالة الأنباء السعودية والمعروفة اختصارا باسم أوس، وتحدثت في الخبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في بوركينا فاسو. في سياق الخبر، أدانت مملكة البحرين اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا بأقليم سووم في بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع بوركينا فاسو مجددة موقفها الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتكثيف منابع تمويله. ومشاهدينا خبرنا الثاني جاء في وكالة الأنباء البحرينية والمعروفة اختصارا باسم بنا، وتحدثت في هذا الخبر بكين وواشنطن يحضران لحفل توقيع اتفاق التجارة. في متن الخبر والتفاصيل، قالت الصين إنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن التحضير لحفل توقيع اتفاق التجارة. وقال كونغ تشوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي إن بكين وواشنطن على اتصال وثيق بشأن حفل توقيع الاتفاق دون أن يحدد موعدا لذلك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس أنه والرئيس الصيني تشي جين بينغ سيوقعان المرحلة واحدا من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه مؤخرا خلال الاحتفال بهذه المناسبة. أما مشاهدينا عن الملف اللبناني، تحدثت عنه وكالة الأنباء الروسية والمعروفة اختصارا باسم سبوتنيك، وتحدثت عن هذا الخبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ملتزمون بشكل كامل بمطالب الانتفاضة. في متن الخبر والتفاصيل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب التزامه الكامل بمطالب المحتجين الذين بدأوا النزول إلى الشارع منذ 17 من أكتوبر الماضي، وأجبروا حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه. والتقى دياب وفدا من مجموعة ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يضم 11 شخصا والتي تعتبر نفسها ممثلة للمحتجين. وقال دياب خلال اللقاء إن الأهم هو استعادة الثقة بين السلطة والشعب مع الحرص الشديد على حق المعارضة بممارسة دورها. وأفاد أعضاء في الوفد خلال تصريحات صحفية بأن دياب وبعد مداخلات أعضاء الوفد أبدى الالتزام الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة، ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
مشاهدينا عن العلاقات اليابانية الصينية تحدثت عنها وكالة رويترز الدولية. في هذا الخبر اليابان تبلغ الصين بأن التحسن في العلاقات مشروط بالاستقرار في بحر الصين الشرقي. في متن الخبر ذكرت وزارة الخارجية اليابانية إن رئيس الوزراء شينزو آبي أبلغ نظيره الصيني لي كاتشيانغ بأنه لن يكون هناك تحسن حقيقي في العلاقات الثنائية دون استقرار في بحر الصين الشرقي. وعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا في مدينة تشينغدو الصينية على هامش قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية. وقالت الوزارة إن آبي حث لي أيضا على الإسراع بإزالة قيود الواردات على المنتجات الغذائية الصينية. ومشاهدينا إلى الملف العراقي، وتحدثت عنه وكالة الأنباء العراقية والمعروفة اختصارا باسم واع. في هذا الخبر مجلس النواب يعد جدولا ملحقا بقانون الانتخابات. في متن الخبر أكد مجلس النواب العراقي أن اللجنة القانونية بالبرلمان ستقوم بإعداد جدول ملحق لقانون الانتخابات فيما يخص احتساب القضاء دائرة انتخابية مستقلة. ويتطلب احتساب القضاء دائرة انتخابية مستقلة بمدة زمنية طويلة، خاصة أن هناك الكثير من القضايا المستحدثة ضمن كل محافظة من محافظات العراق، منوها بأن العراق يفتقد لإجراء تعداد سكاني يحدد عدد سكان الأقضية. أما مشاهدينا، هذا الخبر جاء في وكالة الأنباء الفرنسية والمعروفة باسم فرانس بريست، وتحدثت عن بوركينا فاسو في حداد يوم عيد الميلاد غداة أسوأ هجوم جهادي منذ 5 سنوات. في متن الخبر أعلنت بوركينا فاسو حدادا وطنيا يومي عيد الميلاد غداة هجوم جهادي أسفر عن مقتل 42 شخصا في شمال البلاد، وهو الأسوأ منذ 5 سنوات. وقتل في هذا الهجوم المسلح الذي لم يتبناه أي طرف ووقع في إربندا قرب الحدود مع مالي 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين وأمنيين، هم 4 جنود وثلاثة رجال شرطة. وقالت مصادر إن هجوما جديدا وقع في المنطقة نفسها على بعد نحو 60 كيلومترا من الهجوم الأول، وأسفر عن مقتل 10 عسكريين على الأقل في كمين. وأخيرا مشاهدينا، عودة إلى الملف اللبناني والذي تناولته وكالة الأنباء اللبنانية الوكالة الوطنية للإعلام. في هذا الخبر على لسان جعجع: الفرصة موجودة إذا علم الرئيس المكلف كيفية التقاطها. في متن الخبر أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أننا لم نسمي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة، لأنه لدينا اعتباراتنا وحساباتنا وعناصر كثيرة علينا أخذها بالاعتبار، وانطلاقا من كل ما رأيناه في الشارع منذ 2 شهر وأكثر ومن وضع قواعدنا وما نتوقع حدوثه، فضلنا هذه المرة الذهاب بهذا الاتجاه. وعن التوجه إلى المعارضة قال: ليس لدينا أفكار مسبقة، والأكيد أننا لن نشارك في هذه الحكومة، وليس لدينا أسماء ولا حقائق
ولكن إن تشكلت حكومة قد يكون فيها بوادر وبشائر تقدم أو تقدم إلى الأمام، وهو ما سيتضح في أول شهر من طريقة عملها، فكل هذا قيد النظر. وبهذا الخبر مشاهدينا عن الملف اللبناني ننهي هذه الفقرة الإخبارية من الآن. قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار والمستجدات في الملفات العربية والدولية والتي تنقلتها الوكالات العربية والدولية. أشكر لكم حسن وطيب المتابعة، والآن دعونا أن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى الزملاء في استوديو إكسترا نيوز. ابقوا معنا.